السلام عليكم. مشروع قرار جديد طرح في أروقة الكونغرس الأمريكي، وذلك من أجل خنق إيران وفرض عقوبات وضغوط غير مسبوقة على إيران طبعا. وهذا القرار هو طرح بهذا الشكل، وهذه الصفحة الأولى من هذا المشروع الذي ترونه أمامكم، والذي طرح في الأيام القليلة الماضية بمشاركة وباشتراك من الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ومن يقود هذا القرار هما طبعا مايكل ماكول، وهو جمهوري وهو يعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من ولاية تكساس، وكذلك غريغوري نيكس الديمقراطي، وهو أيضا عضو بارز في نفس اللجنة التي ذكرتها لكم. وهنالك أيضا عدد من الأعضاء من الحزبين مشتركين في طرح هذا القرار. ما الذي يبحث عنه هذا القرار يا ترى؟ القرار يبحث ببساطة على الضغط مباشرة على قدرات إيران في صناعة الصواريخ البالستية وكذلك الطائرات المسيرة، معاقبة كل شيء مرتبط في صناعة هذه الصواريخ والطائرات البالستية، إن كانت على سبيل المثال شركات، أفراد، أشخاص، بنوك، أي شيء ممكن أن يؤدي إلى صناعة هذه الطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية. والتركيز هنا على الصواريخ البالستية في هذا القرار الذي هو وضع طبعا في أروقة الكونغرس الأمريكي. قد تعتقد بأن مثل هذه العقوبات سمعناها كثيرا ولم تؤثر في إيران وأنت محق في هذه المسألة، ولكن هذا القرار الذي نتحدث عنه هو يختلف تماما عن الكثير من القرارات التي رأيناها في السابق لسبب مهم للغاية، ليس فقط لأنه فيه اشتراك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لا أبدا، ولكن الأمر مرتبط تحديدا بقضية تجري في الاتفاق النووي الإيراني، وهنالك فقرة فيها ألا وهو قرار من الأمم المتحدة، وهو المرقم 2231 2231. هذا القرار تحديدا من الأمم المتحدة هو يفرض على إيران ويجبر إيران مباشرة ويمنعها من عملية أي إرسال، يمنعها من إرسال صواريخها البالستية أو طائراتها المسيرة التي طبعا يتعدى مداها 300 كيلومترا إلى أي بلد، وكذلك إن كانت هذه الصواريخ على سبيل المثال أو الطائرات المسيرة يصل وزنها أو حمولتها إلى 500 كيلوغرام. ممنوع على إيران أن تقوم بهذا الأمر. على سبيل المثال إن حاولت بإرسال الصواريخ البالستية تتعدى ويتعدى مداها ل 300 كيلومترا وتبيعها للعراق، فسيكون هنالك فرضا كبيرا للعقوبات وتفعيلا لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي طبعا يطلق عليها السناب باك، وستغلق إيران تماما وتضع إيران في مشكلة حقيقية للغاية. قد يعتقد البعض أيضا مرة أخرى بأن دونالد ترامب جرب السناب باك ضد إيران ولكن إيران نجت من هذه المسألة. المشكلة أن دونالد ترامب تصرف لوحده، انسحب من الاتفاق النووي، وكانت أوروبا أساسا غير متفقة معه 100% مع تصرفه ومع ما فعله، ولذلك السناب باك لم يكن بالقوة الكبيرة المفروضة على إيران، مع ذلك هو أثر بإيران كثيرا. هذه المرة الأمور أوروبا انفعلت إيران هذه المسألة فستفرض عليها عقوبات كبيرة. أين هو أداء هذا المشروع؟ المشروع هو سيأتي لعملية التصدي لما هو قادم من هذا القرار تحديدا 2231، لأن هذا القرار تحديدا ستنتهي صلاحيته في أكتوبر القادم، بعد 5 أشهر من الآن ستنتهي صلاحيته، وبالتالي إيران مسموح لها أن ترسل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حتى وإن وصلت مداياتها إلى 2000 كيلومتر أو حتى 700 كيلومتر أو 1000 كيلومتر إلى الدولة التي تريدها كما تريد، من دون التعرض للعقوبات التي تحدثنا عنها. وإيران لديها رغبة كاملة في إرسال صواريخها البالستية لروسيا لكي تستخدمها على أوكرانيا، وطبعا سبق وأن ظهرت مثل هذه التقارير من أنباء ومن معلومات استخبارية أمريكية نشرت على CNN الأمريكية العام الماضي بهذا الشكل، وتحدثت هذه المعلومات الاستخبارية عن أن إيران اتفقت مع روسيا على إرسال صواريخ فاتح 110 التي يصل مداها إلى 300 كيلومترا، وكذلك صواريخ ذو الفقار التي يصل مداها إلى 700 كيلومترا، ولكن بعد ذلك بسرعة إيران غيرت رأيها بشهر واحد فقط، وبدأت تتحدث بأنها استبعدت مسألة إرسال صاروخ ذو الفقار، تريد إرسال فقط صاروخ فاتح 110، لأن هذا الصاروخ تحديدا يصل مداه إلى 300 كيلومتر، هو متطابق لا يتعدى 300 كيلومتر، بالتالي لن تعاقب إيران. لكن المشكلة أن وزن هذا الصاروخ يصل إلى 3100 كيلوغراما، بينما كما تحدثنا المطلوب من إيران هو 500 كيلوغرام
كيلوغراما فقط، وحاولت أن تضع تعديلات، ولكن بعد ذلك في يناير من هذا العام الفوربس أكدت وغيرها من المصادر بأن إيران غيرت رأيها تماما وأجلت هذه المسألة إلى شهر أكتوبر، مسألة إرسال الصواريخ البالستية لروسيا لكي تستخدمها على أوكرانيا طبعا. وهنا تتوضح الأمور بأن إيران تنتظر نهاية هذا القرار للأمم المتحدة، وليس هنالك اتفاقا نوويا حتى هذه اللحظة، وتبحث عن تفادي أي عقوبات مستقبلية ضدها. وهنا تأتي أهمية هذا المشروع، المشروع يأتي لسد هذه الثغرة وأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة تماما، مصادق من قبل الكونغرس الأمريكي على هذا القرار لكي يضع ضغوطا كبيرة تتساوى تماما مع ضغوط السناب باك، وكذلك أيضا ضغوط وتفعيل القرارات التي هي من شأنها أن تؤثر على إيران كثيرا. وهنا جاء خبراء مثل جيسون بروتسكي الخبير في الملف الإيراني طبعا، تحدث إلى الجويش إنسايدر وقال بأن يجب على E3 الدول الأوروبية الثلاثة ألا وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن تتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذا القرار، وأن تكون هنالك استراتيجية واضحة لفرض هذه العقوبات مع انتهاء قرار الأمم المتحدة 2231 الذي تحدثنا عنه، لكي يكون الضغط كبيرا على إيران، وإيران لن تتمكن ولن تفكر أبدا في إرسال هذه الصواريخ البالستية التي من الممكن أن تكون مؤثرة للغاية، وبالتالي هذه العقوبات ستكون قوية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لأسباب مهمة قد ذكرتها أساسا BBC. هنا على المستوى الاقتصادي يجب أن ننتبه أن إيران لديها مشكلة في مسألة التضخم، كانت تعاني منها في فبراير على سبيل المثال، تخيل كانوا في فبراير في مشكلة حقيقية بحسب BBC الفارسية التي ترونها. فالتفاصيل التي جاءت عن هذه القضية تأكدت من هذا الجدول الذي ترونه باللغة الفارسية بأن إيران وصل التضخم فيها في فبراير تحديدا إلى 47.7%، وهذه النسبة التي ترونها بالنسبة للتضخم كل شيء أصبح غاليا هي أقل من 2% للوصول إلى نسبة إلى أعلى نسبة تضخم وصلت لها إيران في فترة رفسنجاني. الآن بالنسبة لإيران طبعا الوضع خلال الشهر الماضي وصل التضخم إلى نسبة 45.8%، أي أن التضخم قد انخفض، بدأ يتحسن الوضع في إيران مع تقارب وجهات النظر والعلاقات الدبلوماسية طبعا التي شهدناها مع المملكة العربية السعودية، عودة نظام بشار الأسد، الاقتصاد وغيرها. الأمور بدأت شيئا فشيئا تتحسن. طبعا فرض السناب باك والعقوبات التي نتحدث عنها سترفع كل شيء إلى القمة في التضخم، وتضغط بشكل كبير على الحكومة الإيرانية وبشكل خطير. وهنا طبعا تأتي الأهمية التي نتحدث عنها من هذه العقوبات، وخاصة أن الغرب يأخذ هذه المسألة ومسألة إرسال الصواريخ التي تحدثنا عنها بجدية عالية للغاية. هذه الصواريخ وهذا القرار هو يعتبر جديا للغاية وليس مسألة إعلامية أو مسألة لن تمر على سبيل المثال، وذلك بسبب ما يجري على الأرض في الحرب الروسية الأوكرانية. فالأمريكيون على سبيل المثال، هذا الرجل الذي ترونه وهو المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، قال ببساطة بأن أوكرانيا تلقت حوالي 600 نوعا من الأسلحة للهجوم المضاد. لاحظ الاستثمار الكبير في هذه الحرب، يريدون أوكرانيا أن تستمر في التقدم، لا يريدون أي سلاح مثل الصواريخ البالستية أن تأتي وتنهي كل شيء وكل تقدم قد تحقق. وحتى زيلينسكي اليوم كان واضحا وقال لدينا ما لدينا ولدينا كل الإمكانيات لكي نتقدم وأن ننجح في هذا الهجوم المضاد، ولكننا ننتظر ونتأنى، لأننا إن تقدمنا الآن سنخسر العديد من جنودنا. طبعا قد نكون أمام مراوغة سريعة هنا من زيلينسكي طبعا. وأيضا الموندو هذه الصحيفة المهمة كانت قد نشرت المحاور التي تفكر وقد تتقدم منها طبعا وتتقدم من خلالها القوات الأوكرانية. طبعا ما هو واضح بأن زاباروجيا واحدة منها، كذلك ماريوبول من فوغلادار، وأيضا بهذا الاتجاه كما توقع البعض. ولكن المثير أن الموندو تتحدث بأن القوات الأوكرانية قد تتقدم إلى لوغانسك هنا وأن تسيطر على هذه المنطقة من خلال هذا الهجوم المضاد في مفاجأة كبيرة للغاية. طبعا ننتظر ما الذي ممكن أن يحدث في هذه القضية. مع ذلك أيضا القوات الأوكرانية
تتقدم بشكل كبير، وبدأت بها هجمات مضادة في أحدى أخطر وأقوى المعارك وأقوى المناطق التي تجري فيها المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، ألا وهي باخموت، كما أكدت رويترز بهذا الشكل. هنالك نجاح في هجوم مضاد مفاجئ يأتي إلى جنوب باخموت. كذلك إيفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر أكد هذه المسألة وقال أساسا بأن هنالك خطرا بأن أوكرانيا ستقوم بتطويق وإحاطة قوات فاغنر بأكملها الموجودة في مدينة باخموت، وهو الذي أكد المسألة بهذا الشكل وانتقد القوات الروسية بشكل خطير. والقوات الروسية التي انتقدها هي الموجودة هنا في جنوب باخموت، هذه باخموت التي ترونها هنا تحديدا أينما تجري هذه المعارك. الحديث هنا عن هذه الفرقة الروسية طبعا الموجودة هنا ولا وهي رقم 72، كانت قد انسحبت من هذه المنطقة، والقوات الأوكرانية كما تلاحظون تقدمت إلى هذا الاتجاه وسيطرت على هذه المنطقة وحققت مفاجأة كبيرة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا الديب ستيت المهمة للغاية التي أكدت أن التغير كان قد حدث في 24 ساعة الماضية. مثلا على سبيل المثال الخارطة كانت بهذا الشكل في 4 أو في 8 طبعا من مايو، ستلاحظ بمجرد ما نتقدم كيف تغيرت الخارطة وكيف تقدمت القوات الأوكرانية. طبعا قوات فاغنر قامت بالتحشيدات ولم تعد تعتمد على القوات الروسية الموجودة في هذه المنطقة، حاولوا يحشدون بهذا الاتجاه من أجل صد هذا التقدم، ولكن حتى هذه اللحظة بدون أي نجاح. وطبعا الحديث بين الأوساط الأوكرانية بين الأوكرانيين، لاحظ بأنهم تقدموا من اتجاهين، هذا الاتجاه الأول وهذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول الهدف منه بالنسبة للقوات الأوكرانية هو إغلاق هذه المنطقة بأكملها والسيطرة عليها وإنهاء أي قدرة للقوات الروسية للقيام بأي عملية إحاطة لباخموت بهذا الشكل، لكي يجبرون القوات الأوكرانية الصامدة في تقريبا ما يقارب النسبة الأخيرة 5% أو حتى أقل من النقطة أو النقاط التي تسيطر عليها، بالتالي إغلاق هذا الجناح الجنوبي. وأيضا في نفس الوقت أن القوات الأوكرانية من هذا التقدم الذي يأتي من هذا الاتجاه الذي ترونه يبحثون عن الوصول إلى كليتشيفكا، وبالتالي السيطرة على هذا الطريق الذي هو يمتد مباشرة من كليتشيفكا إلى باخموت، ويعني إغلاق هذه المنطقة بأكملها والسيطرة عليها. لاحظ كيف هو هجوم مضاد مثير وخطير، وأيضا في نفس الوقت إذا ما ابتعدنا قليلا من هذه الخارطة سنلاحظ بأننا أمام لحظة مهمة جدا أمام القوات الأوكرانية من هذا التقدم إن وجد طريقه للنجاح كما وجده في 24 ساعة الماضية. التقدم كما تحدثنا لكليتشيفكا وإغلاق هذه المنطقة هو الذي سيفتح الباب للوصول إلى أوبتينا هنا، وبعد ذلك الاستمرار وفجأة في عملية الإحاطة، ويجعلون قوات فاغنر المتقدمة في باخموت بشكل ناجح وكبير في مشكلة حقيقية للغاية. لكن هذا يجب أن يقابله طبعا هجوم بهذا الاتجاه من قوات أو القوات الأوكرانية من الشمال، لكي أيضا يضربون هذه المنطقة والإحاطة الكاملة لهذه المنطقة كما تحدث طبعا إيفغيني بريغوشين. مع ذلك في نفس الوقت فإن القوات الروسية وقوات فاغنر تحديدا تحقق نجاحا مهما للغاية، هو يأتي في هذه المنطقة التي ترونها إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا أيضا ستلاحظ بأن هنالك تقدما لقوات فاغنر. لاحظ في هذا المربع المهم الذي تدافع عنه القوات الأوكرانية ستلاحظ كيف أن قوات فاغنر قد تقدمت، ولاحظ كيف أن التقدم قد جاء بهذا الشكل، بل أن هنالك تفاصيل وتطورات قد جرت في الساعات القليلة الماضية لم تظهر على الخرائط في حقيقة الأمر، ولكنها ظهرت في عدد من الخرائط المهمة الأخرى المحدثة جدا مقارنة بالخارطة التي نظرنا إليها الآن، وتحدثوا عن عملية تقدم مهمة جدا للقوات الروسية هي تأتي بهذا الاتجاه باختراق هذا المربع الذي تحدثنا عنه الذي تتحصن فيه القوات الأوكرانية، وكذلك هنا في هذه النقطة الثالثة. ولكن القوات الأوكرانية أصدرت مقطع فيديو يوضح بأنهم تمكنوا من استعادة هذه المنطقة ودفع قوات فاغنر إلى الخلف، إلى خلف هذا الشارع الذي ترونه أمامكم، وكانت هنالك لقطات مصورة للجنود، وهذه هي المنطقة التي نريد أن نركز عليها التي أشرنا إليها بهذا الاتجاه، هذه هي المنطقة تحديدا، وهذا هو مقطع الفيديو الذي ترونه للقوات الأوكرانية والجنود الأوكرانيين وهم يبتسمون سعيدين فرحين باستعادة هذه المنطقة طبعا كما تلاحظون. ولكن
دعونا نتأكد هل هم في هذه المنطقة أم لا. إذا ما حاولنا أن نحاول أن نحدد هذه المنطقة سنلاحظ بأننا فعلا أمام عدد من الأشياء المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. هنا مساحة مفتوحة، أشجار إلى الشمال، هنا شارع، نقطة وسطية أو جزرة وسطية مزروعة كما تلاحظون، يوضح بأننا أمام شارع آخر أيضا، مباني كبيرة تأتي بهذا الشكل المميز في هذه المنطقة. إذن قد تكون هذه العلامات كافية لمعرفة أين نتواجد فعلا، وهل هذا هو الموقع الذي تتواجد فيه القوات الأوكرانية. نذهب إلى نفس النقطة التي ركزنا عليها قليلا الآن، وسنلاحظ إذا ما اقتربنا من هذه النقطة تحديدا لنحاول أن نجد العلامات التي تحدثنا عنها ونتوقف هنا قليلا، فأنت ستلاحظ بأننا هذه هي المساحة المفتوحة، هذه هي الأشجار، هنا شارع، هنا منطقة مزروعة، شارع آخر، مباني كبيرة، وتلاحظ بأنك أمام نفس العلامات. وهذا يوضح أن القوات الأوكرانية نجحت في التواجد في هذه المنطقة، يعني باختصار أن مسألة التصوير وتواجد الجنود الأوكرانيين هم يتواجدون، الذين طبعا يبدون من القوات الخاصة الأوكرانية على ما يبدو، يوضح بأنهم أساسا متواجدين في هذا المبنى ويقفون عند هذا الجدار ويلقون نظرة على هذا الموقع ويراقبون القوات الروسية وهي متواجدة هنا. بالتالي القوات الروسية لديها مشاكل، قوات فاغنر لديها مشاكل، هي بحاجة لكل مساعدة ولكل شيء مهم مثل الصواريخ البالستية الإيرانية، حيث أن بوتين قد وقع في 12 ساعة الماضية هذا البيان الذي ترونه، والذي طلب ببساطة أن يكون هنالك تدريبا عسكريا للاحتياط في الجيش الروسي، يجب أن يتدربوا ويبدأوا بالتدريب. وفي نفس الوقت أيضا أن وزارة الدفاع البريطانية كانت قد وضحت في هذه النقطة الأولى بأن القوات أو وزارة الدفاع الروسية تحديدا قامت بعملية تجنيد لعشرة آلاف سجين موجود في روسيا لكي يقاتلوا في هذه الحرب الروسية الأوكرانية، توضح طبيعة المعاناة وتوضح أيضا في نفس الوقت القلق الكبير من أن تكون فعلا الصواريخ البالستية الإيرانية تجد طريقها إلى الداخل الروسي وتساعد الروس كثيرا في عملية التقدم وتحبط الهجوم المضاد إن تأخر، إن لم ينجح، إن كانوا بحاجة لهجوم آخر. هي طبعا كلها قضايا مثيرة للغاية، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أخذ الكثير من الاحتياطات للخلاص من تداعياتها.